صباح الخير صحابي وحبيبي في كوشينة مالية. اليوم باش نبداو نهار جديد، نحضروا جاتو. قبل ما نبدا جاتو نسقي كل شيء، نسقي الجردان تاعي، نشرب قهوتي، ومن بعد ندبروا شنو باش نحضروا فطور واش باش نحضروا ديسير. اليوم قررت باش نحضر لكم جاتو نتاع العيد، نحضروه نهار العيد الكبير، نوع نتاع بسكويت. نهار اليوم سخون برشا، قبل ما نبدا ساعة الروتيس نتاعي نسقي البلونت نتاعي الكل، نشرب قهوتي ومن بعد نبدا لي روسيت نتاعي، والا شنو باش نطيب فطور ولا عشاء. واليوم قررت باش نحضر بسفيل نهار العيد الكبير، الجمعة الجاية في لا سمان بروشين في لا فيت العيد. On va préparer un gâteau, mes amis. Et avant de commencer, je vais arroser mes fleurs et je prends mon café. Après, on va préparer ensemble ce biscuit. C'est un biscuit qu'on le prépare le jour de la fête de l'Aïd. Qui m'a taffé l'Aïd de Kibir, m'a taffé le chèque de Katouet. Et m'a taffé l'Aïd ou l'Aïd, m'a taffé ma croix ou le biscuit ou l'Aïd. Je vais vous dire que l'Aïd. نحطو البسكوي ولا مقروض ولا اللي كتب هو. اليوم باش نوريكم نوع نتاع بسكوي نحضروه، روسيت هنا وسهله برشا. هيك هو بعد ما سقينا النباتات نتاعنا وجردان، لازمك تسقوها الصباح ولا العشيه مخر، ما تسقوش في القايله خاصه وقت الصيف، لازمكش تسقو في القايله، تسقو الصباح لي بلونت نتاعكم ولا العشيه. توا مش نبداو الروسيت نتاعتنا. بسكوي ساهل برشا الحقيقه، وما يطلبش برشا وقت وما يطلبش برشا مكونات. اذا كان نحب انا الباز نتاعي باش نحضر البسكوي هذايا، ناخذ الفارينه وعندي زيت وبيض وسكر، من بعد تحطوا زبيب، تحطوا تمر، تحطوا جلجلان، تحطوا شوكولا كيما تحبوا انتم وتشتهوا. انا باش نعطيكم فكره وكهو. انا خذيت كيلو الحقيقه نتاع فارينه، وخذيت 4 كعبات بيض والسكر محور سكر مرحي، وعندي كونفيتور نتاع مشماش، وعندي زيت. تحبوا زيت تعوضوه راهو بالزبده تنجموا، وانا مستحسن تعملوه بالزيت باش يجيكم هشوش البسكوي ويبدا بنين. هذه الروسيت هذه مستحسن تعملوا زيت، اذا كنت تحبوا تعملوا زبده تعملوا زبده. وعندي نواة الكوكو، عندي شويه زبيب، جلجلان، نوا، شوكولا، عندي اناناس مقصوص مرصوص صغار، ساشي نتاع لوفير ومازها. هذايا ما كان للروسيت، وانتم تعملوا واش تحبوا انتم. انا باش نعطيكم الفكره وكهو، راهو بنفس العجينه تنجموا تعملوا برشا انواع نتاع جاتو. تابعوني انتم تشوفوا الروسيت محليها ومزينها وبنينه برشا زيت. وفوالا ميز امي، maintenant on va commencer notre recette. Après une fois qu'on a arrosé les plantes, on va commencer la recette. Les ingrédients pour la recette, alors il me faut de la farine, d'huile végétale, des œufs et du sucre. Après, les autres ingrédients, vous êtes libre, vous mettez qu'est-ce que vous voulez. Moi, je vous donne mon idée. Après, vous mettez dans votre recette qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez. Alors, on a dit la farine, l'huile, les œufs, sucre. J'ai pris des confitures, noix de coco, graines de chocolat, vermicelle de chocolat plutôt, des raisins, un peu de noix, la levure, ananas coupé des petits morceaux, ananas confit. Si vous voulez couper plus que ça, vous pouvez aussi. Graines de sésame et l'eau de fleur. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre biscuit. ناخذ توا الشقالة نتاعي ونحضر العجينة نتاعي. ناخذ السكر، نقص على روحي المعون جنبي باش نخلي بلاصة. ناخذ الزيت، وماذا بيكم في معون صحفة تبدا واسعة، قصعة كيما هذي باش تخدموا على راحتكم. نحط البيض، هذوما العناصر اللازمين في الروسيت هذي. ومن بعد راكم تعملوا شنو تحبوا انتوما. نحط ساشي نتاع لوفيوش، ونبدا خلط هذوما كل خلط مع بعضهم، ومن بعد نزيد الفارينه شويه بشويه بشويه. نحط توا ما زهر، اذا كان نحب نحط قارص راهو نحط قارص باش تنحي ريحه البيض هذيك، تنحي الريحه. اذا كان تحبوا تحطوا القارص تنجموا. Vous pouvez mettre de zeste de citron si vous souhaitez pour parfumer. نبداو توا الروسيت بتاعتنا ونبدا خلط.
بالكدا نجم خلط بيه ديرها. انا بسيتي نصور باش ما نمسخش ايدي، هذاك علاش ما نخلطش بشويه بشويه ومن بعد نستعمل ايدي. خلطوا باليدين خير واحسن حتى العظم نتاعنا والسكر المحور هذاك السكر المرحي يتخلطوا مع بعضهم. وراهو مش بالضروره باش نحطوا السكر المحور، نحطوا السكر اللي خرميه باقل خدمه باش فيسع فيسع نحضروا الرسيت نتاعنا فيسع يتحللنا وما عندناش مشكله. نجموا تحطوا سكر اكثر، vous pouvez mettre plus de sucre mes amis si vous souhaitez. Là j'ai mis à peu près pour 1 kilo j'ai mis à peu près 300 grammes. باهي تنجمو تحطو أكثر، تنجمو تحطو أقل، أقل ما ظهرليش خاطر بسكويت لازم يكون حلو. نبدأ نخلط، نحط الفارينة بشوي بشوية، شاجوت ما فارين بتي أبتي، وين عيني ميزاني، الفارينة الأربع كعبات بيض هذوكم مش نجمو نستعملو كيلو، نجمو نستعملو أقل، ما نعرفوش كل فارينة كيفاش. هذا بيكم تاخذوا تخدموا البسكوي ولا الجاتوات نتاعك تاخذوا من الفرينه المزيانه باش تجيكم الجاتو مزيان. وميلانش شوي بشويه حتى نتحصلوا على عجينه وتكون عجينه لينه ما تكونش يابسه. نردوا بينا نبدا بشوي بشوي حتى نتحصل على عجينه. ومن طن هاني خلط على عينكم راك تشوفوا. وباش ما نطولوش زاد الفيديو ما عندناش وقت كبير، نطولش عليكم الفيديو. ونجوت لا فارين بتي ابتي ابخي اون فا ترافاي على مان. نبدو نزيدو الفرينه بشوي بشوي، ما نحطوش فرد مره باش نفهموا البسكويت نتاعنا، لازم يكون العجينة طرية. votre pâte votre mélange il faut qu'il soit mou pas très dur votre pâte البسكويت لازم تكون لين تكونش يابسة، كان يابسة راهي ما يجيكم البسكويت نتاعكم يابس. توا نبدو بشوي بشوية وباش نخدمو بيدينا، نحاولو باش نخدمو بيدينا. وريني ميزاني ديما كي نخدمو بيدينا نحسو بالفارينة العجينة هذيكا، نحسو اسكا نزيدو ولا لا. كيما كيما قلتلكم بشوي بشوية باش نجمو تنجحو في الرسات نتاعكم، منحطوش كل فرد مرة ومن بعد نحصلو إذا كان معش متوفرة عنا الفارينة في الدار. باهي باهي برشا إذا كان نخدمو لي بسكوي هاذوما حتى في سيور الأيام راهو باهي برشا فطور الصباح للصغيرات. في عودنا نبقو نشرو في البسكوي الصغار وما فيه حتى بنة وما فيه حتى مصحة، نخدمو في الدار حاجة روعة نحطوها في بواط ونجمو نخلوها مدة 15 يوم وما يفسدناش الجاتو نتاعنا ولا البسكوي نتاعنا. نبدو تلمو يذكر لي مناش مش نستعملو كيلو. كما شفتوا مانيش مش نستعملو كيلو كامل، كيلو مازال منه كيما تشوفوا. انا خديت الحقيقه من الفرينه يعني من الفرينه الباهيه بالكدا، نجمش نوريكم لا مارك نتاعها، مي راهي الانواع نتاع الفرينه تحكم. وحاجه اخرى انا ما عملتش سكر اكثر من اللازم، خاطر كي تعملوا السكر اكثر راهكم تنجموا تستعملوا الكيلو، يكون في بالكم معناها السكر زاده يحكم في الحكايه دي. نبدا نلم وننظف الشقالة نتاعي. نعجن العجينة نتاعي شوية، متسحقش ياسر ياسر عجينة، بلا نعجنها فو بيتخيغ فوطخو بات ان بتي بو، بيابخي اون فالو بارطاجي.
نخفوا العجينه نتاعي، نخفوا شويه زيت مش حاجه كبيره، حبه زبيب فيجيتال، ونبدا باش نقسم العجينه نتاعي كيما شنو نحب نعمل انا. نقسموا العجينه نتاعتنا ونبداو نبارطاجيو. ديما ندهن باش العجينه ما تلصقش وكا هو، مش على حاجه. ونبداو اي حاجه باش نخدموا بها. انا باش نبدا مثلا بالجلاب. On va commencer avec les graines de sésame. Hop, je vais le faire. On a bien. خلط الجرجير مع العجينة، وعقد ما تكثروا الجرجير ويجيكم بني. احنا مش نزيدوا شوية. والبسكوي هذايا نجمو نخلوه على مدة شهر، عبوه في بواط وخلوه مدة شهر ما يفسدناش. On peut le garder ce biscuit pendant un mois et ça bouge pas. نزيد نحط الشاشلين. بعد ما تحطوا الفاكهه تجيكم البسكوي بنين وخير. اذا كان متوفر الجرجير يظهر لي في متناول الجميع، نجم الناس الكل تعمل الجرجير. الزبيب كيف كيف، فماش حتى حاجه غاليه برشا باش ما تستعملوهاش. نبدا بالبدايه نعجنها العجينه باش تدخل ماسك الكل مع بعض. فو بيان خاطر يبقى تحطات كم الفور، ونشعل الفور نتاعي. جالي من فور من طن ونبدا نقص حسب الكعبه اللي نحب عليها الكبره نتاعها. تكبروا شويه البسكويت نتاعكم. Je prépare mon plateau. حضر البلاطو نتاعي ونحط فيه بابي كويسون باش ما يتحرقليش البسكويت نتاعي. Voilà maintenant mon plateau est prêt. Je le mets au four pendant 15 minutes à peu près. Il faut le servir. تحطوه في الفرن مدة 15 دقيقة 10 دقائق. عسوا على الفرن نتاعكم كل فور كيفاه. ونبداو البلاطو نتاعنا الأولاني. توا نحضروا البلاطو الثاني. ناخذ نواد الكوكو نتاعنا، باش نحطو حاجة كبيرة شوية بركة، ونخلطوه بنواد الكوكو، نحط صحفة بحذايا ونحط فيها شوية نواد الكوكو. دي بودر. ناخذ كيف كيف البلاطو نتاعي ونحط لي بول هذوك اللي غطستهم في نواد الكوكو. ناخذ توا النواع هذاك نتاعي باش نزين بيه. نجمو تحطو لوز، تحطو كاكاويه، تحطو اللي تحبو، نجمو تحطوه هكاكا من غير ما تحطو فيه حتى شيء، راهو ماهوش حاجه لازمه. جيش باش نزينو هكا هو. كيما شفتو البلاطو حضر، نحطوه على الشيره ونحضرو البي. توا بالبغميسيل نتاع الشوكولا. الصغيرات كيما تعرفو يحبو الشوكولا.
Voilà maintenant mon dernier plateau. يخبز بيه كعبز بيه. طريقة سهلة وأي واحد نجم يحضرها قال بسكويت هذايا أي واحد نجم يحضره. نجموا تحطوا أي حاجة كعبة لوز في الوسط، نجموا تحطوا أي حاجة تحبوها انتوما. نحطوا كيف كيف تروي الكونفي. كما تشوفوا البلاطو الاخرين سيحضر، حطوا نفس الوقت تعيكم ميزانكم على الفور. البلاطو الاولى نتاعنا حضر كما تشوفوا، نخطو صحن وناخذ الكونفيتور نتاعي اللي حضرته. ناخذ كعبة البسكويت نتاعي ونغطسها في نواة الكوكو. وهذا هي البلاطو نتاعنا الثاني كما تشوفوا. وهذه البلاطو الثاني نتاعنا كما تشوفوا، الشوكولا بيت الشوكولا. وهذه البلاطو الثالث نتاعنا كما تشوفوا، بسكوي القهوه نتاع الصباح للعشيه للضيف، يصلح قوتي للصغيرات علاش لا. هذا يمشي نزيد نغطسو في نواة الكوكو كيف كيف. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre gâteau de l'Aïd est prêt. C'est un gâteau magnifique. En plus, ça ne prend pas beaucoup de temps de le préparer et ça ne prend pas beaucoup des ingrédients. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الجاتو نتاعنا حضر نتاع العيد، ان شاء الله مبروك عليكم وعلى محمد اجمعين. جاتو سهل برشا، نحضروه للغوتيل، نحضروه للسهريه للعشيه للضيف، نهار العيد نحطوه ونفرحوا الصغار والكبار. ان شاء الله عجبتكم الطريقه وان شاء الله تجربوها. ما تنسيوش تحطوا جيمي اذا كان عجبتكم لي روسيت لي زيدي نتاعي، وابوني راهي غراتوي راهي بلاش ابوني، تحطوا ابوني. الناس اللي ماهمش ابوني حطوا ابوني، راهو ما تكلفكمش وما تتطلبش حتى شيء. ما يبقى لي كان نقول لكم عيدكم مبروك مره اخرى، وان شاء الله نتقابلوا في روسيتنا احسن وخير، وكل عام وانتم حيين بخير يا رب. وفوالا ميز امي، اوني على فان. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer ce gâteau.
N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.